هاي، مثل ما شفتوا بهذا الانيميشن كان في ساوند، فرح نتعلم بهذا الفيديو how to include sound بالانيميشن يلي رح نعمله. اول شيء هذا البرداية فتحت بترانزيشن، يعني تنتقل من سلايد للتاني انا بقدر نقل الايفكت يلي انا بدي اياه. بما انه هون كان عندي برداية وتبلش البروجكت او البرزنتيشن بطريقة اتراكتيف، بعتبر حالي على مسرح وكأنه انا عم بعمل مسرحية. فحطيت صورة يلي هي هيدا الكورتون أو البرداية يلي جبتها من جوجل، وكتبت فوق هذا الكتيبة بتكست بوكس عادي. وبتاني سلايد لانتقل من أول لتاني سلايد بروح على ترانزيشن، بس بدي أكبس على تاني سلايد مش على الأول، وبنقل الإفكت يلي أنا بدي أو الترانزيشن اللي أنا بديها. أنا نقيت الكورتون لأنه هي أزبط شي لحتى تفتح كأنه برداية. ومن بعد ما نقل الكورتون بروح على duration وبشوف انا قد ايه بدي وقتها، بدي اياها 2 1.5 75. ما تطولوها كتير لانه بتصير كتير عم تفتح على البطيء، ولا تقصروها كتير لانه بتبطل مبينة عم تفتح. سو هيدا اضبط شغلة. تاني شغلة هون وقتها بين عندكم هيدا التكست بوكس بين مع ساوند. كيف بعمل هيدا الساوند؟ بكبس عليها بروح على انيميشن. انا كنت حاطه الانيميشن شيب، يعني بتبين تدريجيا مثل ما شايفين هون. بروح على اكيد الديوريشن بقدر خليها تبين اسرع او ابطا. بروح على شيء اسمه انيميشن بين يلي هي هون. هيدا الانيميشن بين ببين عندكم هون على جنب كل الانيميشنز يلي انتم عاملينهم لحيلا شيب او تكست بوكس او ايمج موجودين بهذا السلايد. انا ما عندي غير هذا التكست بوكس ورح اكبس عليه، وبروح على شيء اسمه effect options. هيدا effect options كتير رح تستعملوها بكل animations يلي جايين. في عندي شيء اسمه sound هون، بكبس على الارو على الفلاش الصغيرة وبنقي انا من كل الساوند يلي موجودين اي واحد بدي، او فيني اروح على الاخر حط other sound وزيد انا من الساوند يلي عندي على الديسكتوب اذا انا مسجلة شي sound mp3. سو انا كنت منقية هون ما بعرف، رح نقي حيا لواحد تاني وبحط له اوكي. بسمعني الصوت يلي انا نقيته، يمكن ما يعجبني بنقي غيره، فيكن تغيروا فيهن قد ما بدكن. بروح كمان هون بالإفكت اوبشن على تاني ويندو اذا بدكن يلي هو التايمينج. انا امتى بدي اياها تبين اون كليك او بريفيوس او افتر بريفيوس؟ هون اون كليك لانه ما عندي غيره بهذا السلايد. وبنقي الديوريشن، انا قد ايه بدي مدتها تبين على مهله، طول لتبين. هون ما عم بحكي عن الساوند، هون عم بحكي عن الشيب، قد ايه بدي وقت الانيميشن. في عندي من الفيري فاست، فاست ميديوم سلو اند فيري سلو. اكيد فيني ازيد فوق الفيري سلو، انا رح خليها ميديوم 2 سكندز وبحط له اوكي. وبقدر كمان اذا انا بدي امشي ميوزك بالباك جراوند مثل ما انا رح اعمل هلا، رح تسمعوا كيف انا ممشية الانيميشن وعم بحكي عم بعمل البرزنتيشن، في ميوزك ماشي بالباك جراوند. هيدا الشيء بقدر اعمله يا بطريقة كتير بدائية، اني احط ميوزك على ديفايس تاني يلي هو سيلر لابتوب واتيفر ويطلع الساوند على الميكروفون، يا اما مثل ما عملنا قبل بعمل بالانسرت اوديو، بنقي يا اوديو اون ماي بي سي بيكون في عندها ميوزك، يا حتى فيكم تعملوا ريكورد اوديو. كيف؟ وقت تحطوا ريكورد اوديو بتبلشوا ال ستارت ريكوردينج انتو حاطين بلاي من السلولار تبعكم للساوند ما انا عامله هلا، اوكي؟ وبتسجلوا يلي بدكم تسجلوه للمده يلي بدكم اياها. وبتحطوا له اوكي. سو بيطلع عندكم انتم هون فويس صغير، انا رح شيل هيدا ورح اشتغل على الثاني. هيدا الفويس اكيد بتحكم بكبره تما يبين كتير. بروح على بلاي باك، بحط له بلاي اكروس سلايدز ليضل عم يشتغل كل الوقت على كل السلايدات تبع البرزنتيشن. لوب انتل ستوب يعني يضلوا يعيد لو حتى خلصت الديوريشن، فيه سجل بس 5 ثواني وتضلها تعيد كل الوقت. بلاي ان باك جراوند، وبهيدي الطريقة وأكيد أوتوماتيكلي وقت أعمل فول سكرين وبلش البرزنتيشن لحاله بيمشي. أوكي، مثل ما لاحظتوا هون مشي مع صوتي لأنه أنا مسجلة مع الميوزك صوتي، بس هو أكيد فيكم تسجلوا الميوزك لحاله هيك بيمشي بالباك جراوند ميوزك لحال.
هيدا كان كل شيء عن الترانزيشنز ساوند افكت اوبشنز و هاو تو بلاي ميوزك ان ذا باك جراوند.